السلام عليكم. اليوم غادي ندير لكم درس على العباية اللي كتكون عندها غير جوج عقادي القدام ومسدودة من القدام من الوراء، عندها جوج عقيدات فقط. دابا انا غندير لكم، عندي 21 في الكتيف، يعني خديتها 21 وسنتيمتر واحد في الخياطة هي 22. السيدة بغات لي بلي هنا، هي غندير ليها الكم عريض بالنسبة للتركيز باش غنزل 28، لأن باغا كيف قلت لكم الكم يكون عريض 28. هنا عندي الصدر 30، ناخذ النقطه هنا كيف كان كيف فصلنا الجلابه. بالنسبه للطول خديت 136 وزدتها لوغلي اي العطفه 6 سنتيمتر. ناخذ هنا ننزل بجوج، دائما كنزل بجوج 2 سنتيمتر. غنشوف النصف هنا عندي 26، اذا 13 ندخل هنا ب واحد ونص تقريبا فقط. وغندير هاد لاغيك، هادي ندير هاد هكدا، غادا نتراسي من هنا كيف العادة. ناخد هنا ندير 7 سنتيمتر فقط، لأن مباشر الكول يكون كبير بزاف. اثنان سنتيمتر، نزل باثنان سنتيمتر فقط ونلاقي هاد النقط جوج. غادي ننزل هدا ب 40 سنتيمتر باش ندير حزام، الحزام ديال 29 سنتيمتر فقط، نلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة. وغادا ننزل مباشرة للإيفازي، غندير 40 سنتيمتر في الإيفازي، غادا نلاقي هاد النقطة ديال الحزام مع الأسفل ديال العباية. الآن غنقطع عادي من العنق، ابتداء من العنق من هنا، غادي حتى الاسفل. دائما كنخلو سنتيم ديال بالنسبه للسوجي. بالنسبه لهنا الاسفل ديال العبايه غادي نطلع هنا، كاين 136 وضفت 6، اذا هنا غنطلع تقريبا ب 3 ولا 4 سنتيمتر هنا. وغادي ندير واحد هنا بحال هكذا باش يجي دائري شويه، ما يجيش سميتو الجوانب يكونوا نازلين هكذا. ونكمل هنا، قطعت هاد الطلعه، هاد الطلعه، ولكن لما ندير لوغلي غناخد دائما 6 سنتيمتر هاك. واخا كانت 6 سنتيمتر هنا هكذا، قطعت هذيك 3 سنتيمتر، خصني لابد لوغلي نديرو من هنا هكذا. لما تبغوا ديروا التكفيفه هكذا غطلعوا حتى لهنا وديروا التكفيفه هكذا وتمشوا هكذا دائريه، ماشي تمشي من هنايا باش كلشي يكون قد قد. كنقول دائما اذا الخلف ماشي هو الامام، غنزل هنا بجوج، كاين اللي كينزل بجوج او ثلاثه. ننزلو حنا غير بجوج دابا هنا، هنا جوج سنتيمتر، حنا هنا حتى هنا ننزلو بجوج سنتيمتر. غنقصو هاد الجزء، غيتنقص هاد الجزء، غيتنقص هذا، وننزلو هنا
8 او 9 سنتيمتر بالنسبه للكول. هكذا 9 سنتيمتر، وغادي نديروا الدائره هكذا، غيجي كول دائري هكذا وغنقطع. بالنسبه لهنا دوك جوج سطيفات غندير لهم مثلا هنا ما بين الصدفه والصدفه نديروا غير 6 او نديروا 14 هكذا، هي باغا السيده غا صغيره هكذا. وغنقطع هاد الجزء، هاد الجزء نقطع من هنا هنا. تقدروا ديروا 14 15 16 ماشي مشكل، ونقطع هذا الجزء. غادي جوج سطيفات جاوي تدخلوا هنايا. بالنسبه للامام ماشي مشكل، دخلوا 1 سنتيمتر ودوروا هنايا. بالنسبه لكم الطول ديالو 53، وهذيك الباندا اللي غتجي هنايا فيها 6 سنتيمتر، اذا غندير 53 هنا. فايت درت معكم لكم غادي نعاودو ماشي مشكل. 53 المهم دابا غندي ايمونشور اي نزلت من نزلت ب 28 غندير هنا 26 لان كنقص دائما 2 سنتيمتر 26. نزل هنا ب 12 او 11، غنقسم هادي على 4، عندنا 30 هنا نقسمها على 4، 15، 7.5، 7.5. إذن هنا غادي ننزل تقريبا واحد، وهنا غنطلع بواحد، وهنا غندخل في سميتو. غادي عندي هنا غادي نخلي كلشي لان السيده بغات هنا لي بلي، اذا غنخلي كلشي هادشي تقريبا. بغات لي بلي بزاف نخلي هذا كامل 23 سنتيمتر نخليه كامل باش ندير لي بلي. وغادي نلاقي هاد النقاط هنا، ولا بغيت نعرف واش جا قد قد غادي ندير هاد الخلف، دورت لكم ديال الخلف وغنقيسها على هنا. دوك كيفاش كندير، كنخلي واحد سنتيمتر هنا ديال الخياطه من الكتف هكذا، نحطو هنا هكذا وكنشوف واش قد قد عندي. نتوما لاحظوا قد قد شفتوها، اذا هي هادي. اذا صافي دابا غنقطع. بالنسبه لكم هاد الباندا اللي كتكون فيكم هنايا، عندها هنايا فيها 20 دوره، فيها 20 هكذا دورة في 20. انا غنزيد 3 سنتيمتر على حساب ديك الصدفه اللي غتكون هنايا، هذيك الدوره دي فوق من زميتو باش كتسد ندير 3 سنتيمتر، والعلو ديالها قالت بان 6 غندير 6 سنتيمتر. وهنا غندير مدوبل 6 6 12 6 12 لان غندير جوج الباندات. اذا غندير العلو 12 سنتيمتر هكذا، الطول ديالها 23 من هنا من هنا حتى لهنا فقط 23. وغادي نقطع التوبره على جوج، التوب على جوج مال الباندات جوج. غادي هنا هكذا هنا الباندا الاولى هكذا، وغدار على هنا هنا هكذا، غطنا هاد التانية هنايا اللي فيها الصدفة هكذا. بالنسبة لهاد فتحة الأمام كيفاش غنديرو ليها واحد التوب هنايا باش نديرو العقاد. عندنا مثلا هنايا غنشدو واحد سنتيمتر هنا، واحد سنتيمتر واحد سنتيمتر على حساب الخياطة. إذا هي دو هي جوج سنتيمترات، هاد جوج سنتيمترات غنضربها في جوج زائد جوج هي 6. إذا جا إجوزي 6 غناخد التوب هنايا، ناخد التوب
عندي 6، اذا انا على حساب 6، اذا ناخذ 7 لان على حساب السوجي ناخذ 7 هنا. فراسي اذا الثوب على جوج هنايا. الفتحه عندي هنايا شحال فيها؟ عندها 16 هنا، عندها 16 زائد جوج ديك الطرف اللي غيبقى لي هنا هي 18. اذا 18 هنا، طراسي هنا، طراسي هنا، نتوما لاحظوا نجي بحال مستطيل. فقط وغنقطعو هاد هما جوج الاطراف هما اللي غنديرهم هكذا ونخيطو هكذا، والطرف الاخر غيجي هنا. هي فاش غنقلبوهم غيجيو العقاد فيهم ان شاء الله. نتلاقاو في الخياطه.